الإمام أحمد بن حنبل رابع أئمة الفقه عند المسلمين، ولد في بغداد سنة 164 هجرية، واشتهر بالفقه وعلم الحديث. ألف كتاب المسند، وهو من أشهر كتب الأحاديث النبوية. قال عنه الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما تركت فيها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. أبي، أما زلت مستيقظاً حتى الآن؟ أرهقني كثيراً يا بني. من هو؟ حديث نبوي، أبحث عن صحة سنده. وهل وجدته؟ أفكر في السفر إلى الشام، أعتقد أن عالماً هناك يمكن أن يفيدني في هذا الأمر. تسافر من بغداد إلى الشام من أجل حديث نبوي واحد؟ العلم يا صالح يستحق منا أن نبذل فيه كل وقتنا ومالنا وجهدنا، هكذا فعل العلماء من قبلنا، ولولاهم ما تعلمنا أمور ديننا. ولكنها رحلة طويلة ومرهقة. أدعو الله أن يعينني عليها. وسافر الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى الشام أياماً طويلة من التعب والجوع والعطش، بحثاً عن السند الصحيح لحديث نبوي واحد. أخيراً وصل ابن حنبل إلى الشام ليلاً ولا أحد يعرفه فيها. كان ابن حنبل مشهوراً جداً باسمه، ولكن لا أحد في الشام يعرف شكله. نزل عن دابته مرهقاً وجائعاً ولا يعرف أين سيبيت ليلته. الله أكبر! الله أكبر! اللهم دبر لي أمر مقامي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم وفقني في مهمتي، وأعدني إلى بلدي سالما غانما. يا هذا، أنت يا هذا؟ نعم. قم سريعاً، هذا المسجد للصلاة وليس للنوم. ولكني غريب عن المدينة، عابر سبيل كما يقولون. وأنا خادم المسجد وأمرت ألا أسمح لأحد بالنوم فيه. يا أخي، إنها سويعات قليلة ثم يؤذن للفجر، فأصلي وأذهب لأواصل رحلتي. قلت لك النوم ممنوع في المسجد. يا بني، أنا ضيف الله وهذا بيت الله، وأنا لدي أوامر ولا بد أن أنفذها. إذن فأين أبيت ليلتي؟ هذا ليس شأني. هيا أخرج، أخرج بسرعة قبل أن أستدعي لك الحراس. لا حول ولا قوة إلا بالله. استحى الإمام أن يخبر خادم المسجد بشخصيته، لم يكن له إني أنا الإمام الشهير أحمد بن حنبل. خشي أن يتهم بالتكبر والاستعلاء، وهذه شيم الكبار من العلماء. تفضل بالخروج. على رسلك يا بني، أنا في عمر والدك. والدي ليس مجادلاً مثلك. أرهقتني وأضعت وقتي. سالم، ما لك تصيح غاضباً هكذا؟ هذا الرجل أصر على المبيت في المسجد، يدعي أنه غريب وليس له مكان يبيت فيه. أهكذا يا سالم نعامل ضيوفنا؟ المسجد ليس بيتي لأستضيف فيه أحداً، خذه أنت إلى بيتك إن شئت.
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تؤاخذه بما فعل. سبحان الله، أتدعو له بعد كل ما فعله معك؟ هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان يدعو لقومه رغم ظلمهم له، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يبدو أنك رجل صالح، من أين جئتنا؟ من بغداد. وليس لك أحد في الشام؟ لي الله وحده. ونعم بالله، تعال معي، ستبيت الليلة في داري. في دارك؟ نعم، سأعمل بنصيحة خادم المسجد. أنت ضيفنا، وواجب على المضيف إكرام ضيفه. الخباز الطيب أخذ الإمام أحمد إلى داره، ولم يكن يعلم أنه هو الإمام الشهير أحمد بن حنبل. العشاء يا ضيفي العزيز. كل هذا الطعام؟ إنه قليل وبسيط، بعض اللبن والجبن والعسل مع الخبز الذي أصنعه بنفسي في مخبزي. بارك الله لك في منزلك ومخبزك، هل تعيش هنا بمفردك؟ نعم، منذ تزوجت ابنتي وسافرت مع زوجها، ثم ماتت زوجتي وتركتني وحيداً. رحمها الله. أعددت لك الغرفة الداخلية للنوم، وإذا أردت شيئاً فعليك أن توقظني فوراً. ولكنك حتى الآن لم تسألني من أنا، ولا لماذا جئت إلى هنا؟ هكذا علمنا ديننا الإسلام الحنيف، نكرم الضيف ولا نسأله حتى 3 أيام من إقامته عندنا. يبدو أنك على علم بشؤون دينك. أجتهد في تحصيل العلم قدر ما أستطيع، أعرف أن طلب العلم فريضة عين على كل مسلم، وأؤديها مثل بقية الفرائض من صلاة وزكاة وصوم. أكثر الله من أمثالك، وتقبل منك طاعتك وعبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. اللهم ارحم زوجتي وبارك لي في ابنتي. أستغفر الله العظيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا مبلغ علمي، ولا إلى النار مردي. أستغفر الله العظيم. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعلهم الوارث مني. لماذا أستغفر قبل كل دعاء؟ غفر الله لك يا أخي. ضيفي العزيز، هل أزعجك صوتي وأيقظك من النوم؟ لا والله، كان صوتك عذبا جميلا وأنت تتلو القرآن. ولكني أريد أن أسألك، لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعوه؟ أعمل بمبدأ التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية؟ نعم، أستغفر الله من كل ذنب حتى يتقبل مني كل دعاء. فكرة جميلة. هل أكتمك سرا؟ سرك في بئر عميقة. والله ما دعوت الله بدعوة سبقتها بالاستغفار إلا واستجابها الله. تقصد أنه سبحانه وتعالى استجاب لكل دعواتك؟ إلا دعوة واحدة أدعوها منذ زمن طويل ولم تستجب حتى الآن. وما هي؟ أن ألتقي يوماً بالإمام أحمد بن حنبل. الإمام بن حنبل؟ ولماذا هو بالذات؟ لأنني قرأت عنه الكثير واستفدت منه في ديني ودنياي. كنت أريد أن ألقاه لأشكره على علمه الذي انتفعت به، وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناته إلى يوم الدين. أيها الرجل الطيب، لقد استجاب الله دعوتك. أنا أحمد بن حنبل. يا الله، أنت الإمام أحمد؟ نعم أنا، دعوت الله أن تلقاني فأتاك الله بي، وخادم المسجد جراني إليك جرة. الحمد لله، الحمد لله أني التقيت بك يا إمام، والله لقد تعلمت منك الكثير. وأنا أيضا تعلمت منك. من الآن فصاعدا سوف أستغفر الله قبل كل دعاء. مدينة سمرقند في دولة أوزبكستان في آسيا الوسطى، دخلها جيش المسلمين سنة 92 هجرية،
فاجتمع كبير الكهنة مع اثنين من مساعديه في معبد المدينة الكبير. حدث ما كنا نخشاه، وصل المسلمون إلى بلدنا ودخلوها منتصرين. ضاعت مصالحنا ولم يعد أهل بلدتنا يلجؤون إلينا في شؤون دينهم ودنياهم. لم يعد لنا نفوذ ولا هيبة ولا مورد رزق. هذا هو اليوم الذي كنت أتمنى الموت قبل أن أراه. هكذا فعل المسلمون بكل البلاد التي دخلوها من قبلنا. لا، قبل أن يفتحوا هذه البلاد خيروا أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. ترى ما الذي جعلهم يحاربوننا دون تخيير؟ لو سألت قائد جيشهم هذا السؤال هل سيجيبك عليه؟ ولماذا نسأل قائد الجيش هنا؟ فلنسأل قائده الأعلى، خليفة المسلمين. خليفة المسلمين؟ نعم، هو الذي يرسل الجيوش لتفتح المدن ويعطي أوامره لقواتها. سمعنا أنه رجل عادل ولن يظلمنا إذا سمع شكوانا ضد جيشه. ماذا تقول؟ نشكو جيش المسلمين إلى خليفة المسلمين. ولم لا؟ ربما تصرف قائد الجيش دون علمه. حقا يا سيدي، لن نخسر شيئا إذا قمنا بهذه المحاولة. بعد أيام كان كبير كهنة سمرقند في حضرة الخليفة العادل أمير المؤمنين. مرحبا بضيفي من سمرقند، آخر مدينة دخلت في الإسلام. دخلت بالقوة أيها الملك. أنا لست ملكا بل ولي أمر المسلمين. المسلمون يفتحون البلاد بالسلاح. نفتح البلاد لخير العباد، لنحرر ساكنيها من ظلم حكامهم ونمنحهم كل حقوقهم المسلوبة. وتعرضون عليهم دينكم؟ نعم، إذا أسلموا سلموا، وإذا لم يسلموا فلهم دينهم ولنا ديننا. ولماذا تجبرونهم على دفع الجزية في حال عدم إسلامهم؟ لأننا في هذه الحال سنحارب عنهم ونحميهم من بطش أعدائهم ونبذل في ذلك أرواحنا وأموالنا. وإذا لم يدفعوا الجزية؟ كانت الحرب حتى ينصرنا الله. ولكن قائد جيشك قتيبة بن مسلم الباهلي فتح مدينتنا دون أن يخيرنا بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. إذن سأرسل إلى قاد المسلمين في الحال ليحكم بينك وبين قتيبة. قائد جيش المسلمين يقف أمام القاضي ليحكم بينه وبين واحد من أهل المدينة التي غزاها؟ نعم، الكل سواسية في الإسلام، هكذا علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن القاضي حتما سيخشى القائد. قاد المسلمين لا يخشى إلا رب العالمين ولا يحكم إلا بشرع الله. هل أنت قتيبة بن مسلم الباهلي؟ نعم يا سيدي القاضي. هل صحيح ما قاله كبير الكهنة أنك دخلت هذه المدينة بجيش من المسلمين دون أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب؟ نعم يا سيدي القاضي. نعم. اندهش كبير الكهنة من صدق القائد قتيبة، كان يعتقد أنه سينكر التهمة حتى يتبرأ منها. حسن، ما الذي دفعك إلى ذلك؟ أليست من سنتنا نحن المسلمين أن نخير أهل البلد قبل أن ندخله بالقوة؟ صحيح، ولكن أهل البلاد التي دخلناها قبلهم لم يقبلوا جميعاً بالإسلام أو الجزية، فتوقعت أن أهل سمرقند سيفعلون مثلهم، فلم أخيرهم لأني فضلت أن أباغتهم حتى أنتصر عليهم. ها أنت باعترافك قد أقمت الحجة على نفسك وساعدتنا في الحكم عليك. ستحكم عليه الآن أيها القاضي؟ نعم. بهذه السرعة؟ ليس هناك سبب للتأخير أيها القائد قتيبة، حكمنا عليك أن تنسحب بجيش المسلمين في أسرع وقت من مدينة سمرقند، وإذا أردت أن تعود إليها فاتحا مرة أخرى فعليك أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. أك...
أكاد لا أصدق هذا الحكم العجيب. وأنا أيضاً، كيف لقاضي المسلمين أن يحكم على قائد جيش المسلمين بالانسحاب من مدينة قد فتحها وانتصر فيها؟ أما أنا فدهشتي أكبر، كيف لقاضي المسلمين أن يحاكم قائد الجيش أصلاً؟ نعم، فعندنا القائد هو القاضي وهو الذي يحكم. عجيب شأن هذا الدين، الخليفة يأمر والقاضي يحكم والقائد يطيع، ولكنه لم يطع حتى الآن. ماذا تقصد؟ يقصد أن الجيش لم يبدأ الانسحاب. جيش بحجم جيش المسلمين سيحتاج وقتاً طويلاً قبل أن ينسحب من مدينة بحجم سمرقند. وهل سيطيع الجيش قائده وينسحب بالفعل بعد كل ما حقق من مكاسب وانتصارات؟ أعتقد أن الجيش سيطيع قائده كما أطاع القائد القاضي وأطاع القاضي الخليفة. يبدو أن الطاعة هي كلمة السر في هذا الدين. هكذا قال لي خليفتهم، رأس الطاعة طاعة الله، وأساس الخشية خشية الله. ما هذا الدين؟ عاد كبير الكهنة إلى منزله حائراً في أمر هذا الدين العجيب الذي لا يسعى أصحابه إلى مال أو جاه، ولا يهمهم إلا طاعة الله ورضوانه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انتبه كبير الكهنة إلى صوت ابنته الوحيدة وهي تتلو القرآن. صدق الله العظيم. مارتينا، ماذا تقرأين؟ أقرأ القرآن يا أبي، كتاب المسلمين المقدس. ولما؟ هل تريدين أن تسلمي؟ ولماذا لا أسلم؟ هل أنت مجنونة؟ ألم تعلمي أن المسلمين سيخرجون من بلادنا قريباً جداً؟ لهذا أريد أن أسلم. كيف؟ منذ دخلوا مدينتنا وأنا أراهم يعاملوننا بكل حب وعدل وخير، عرفت أن دينهم هو الذي أمرهم بذلك، فقرأت قرآنهم ودرست شرائعهم وفكرت في اعتناق دينهم. ثم ماذا؟ عندما علمت أن قاضيهم حكم على قائدهم بالخروج من مدينتنا لأنهم لم يخيرون قبل دخولها، ارتاح قلبي كثيراً، فقد كان هذا هو ما أخذي الوحيد عليهم منذ دخلوا بلادنا. وما أدراك أنهم سينسحبون حقاً؟ لو انسحبوا سأسلم، ولو تراجعوا عن الانسحاب فلن أصدقهم ولن أعتنق دينهم. انسحب جيش المسلمين من سمرقند في واقعة لم يشهدها التاريخ من قبل، وبات الصمت يلف الشوارع الخالية والبيوت المغلقة. ماذا حدث؟ أين الناس؟ ظننت أنهم سيفرحون برحيل المسلمين وسينطلقون في الشوارع يقيمون الأفراح. الناس يا سيدي لم يصدقوا أن المسلمين انسحبوا بحكم قاضيهم، وهو ما أتى بنتيجة عكسية وجعل أهل سمرقند يحترمون هذا الدين العجيب واعتنقه كثير منهم. ماذا تقول؟ أقول الحقيقة، رحل المسلمون عن مدينتنا ولكن بقي الإسلام في قلوب أهلها. أراك تدافع عن هذا الدين، فهل اعتنقته سراً؟ بل اعتنقته جهراً، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. تنطق أمامي أنا كبير الكهان بشهادة الإسلام؟ نعم يا سيدي، فمن أسلم أمره لله لا يخشى إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. مارتينا! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لا لا، إنها مؤامرة، مؤامرة كبيرة. أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله.